الكتكوت العنيد. في يوم من الأيام في وقت زمان، تحت شجرة بعيدة في غابة كبيرة، كانت موجودة فرخة، والفرخة دي كانت بتبيض كل يوم بيضة، وكانت عندها 10 بيضات، وكانت فرحانة جدا جدا ان هيبقى عندها كتاكيت كتيرة قوي، وكانت بتحاول على قد ما تقدر انها تدفيهم كويس، وانها ما تقومش ابدا عشان تقدر تدفيهم كويس ويطلعوا كتاكيت بصحة كويسة وجمال. وفضلت الفرخة الام بتدفي اولادها ودايما بتراقب اطفال، لغاية ما مر 21 يوم وهي في الحال ده، علشان خاطر الكتاكيت يبقوا كبار ويفقسوا بره البيضة ويطلعوا لنا للعالم الخارجي ويفرحوا مامتهم ويعيشوا معاها دايما في ثبات ونبات، ويكبروا قدام عينيها ويجيبوا فرخة وفرخات. واخيرا جاء اليوم المنتظر بالنسبة للفرخة الام، والكتاكيت فقست وخرجت بره البيضة، وبقى عندها ولاد كتير كتاكيت صغننين جمال قوي قوي. وكانت الفرخة الأم بتنقر بالراحة على باقي البيت علشان تساعدهم على الخروج للعالم بتاعنا، وخرجت الكتاكيت الصغننة كلها، وكان شكلها أصفر وجميل وكانت لسه صغننة، والفرخة الأم كانت فرحانة بيهم قوي قوي، وفضلت تمشي بيهم في وسط الشمس الساطعة والهواء المنعش علشان دايما يطلعوا بصحة كويسة وعشان تعرف تأكلهم أكل صحي. وفضلت الفرخة الأم على ده الحال يوميا، دايما تمشيهم وسط الشمس الساطعة والهواء المنعش وتأكلهم أكل صحي علشان يكبروا ويبقوا حلوين. وبعد مرور وقت صغير، الكتاكيت فعلا كبروا وبقوا كتاكيت كبار، بس كان في كتكوت وسطهم دايما عنيد، دايما بيحب يجرب كل حاجة، وكان دايما بيسأل مامته ويقول: هو ايه ده يا ماما؟ وايه ده بقى يا ماما؟ قوليلي بقى يا ماما، قوليلي. وكانت الفرخة الأم كانت كل مرة بتجاوبه على سؤاله بكل صراحة، بس بيني وبينكو يا صحابي، كان الكتكوت عنيد قوي، كان دايما بيعرض نفسه للمخاطر، ما كانش بيهمه حاجة ولا كلام حد، وده ما ينفعش. وفي يوم من الأيام كانوا خارجين وبيتنزهوا كالعادة ووسط الشمس الساطعة والهواء المنعش، قابلتهم بحيرة، وهنا الأم قالت: اوفوا هنا يا ولاد، خلي بالكو ده في نهر، أنا خايفة عليكو لحسن تقعوا، تعالوا نسلك طريق تاني. وهنا الكتاكيت كلها شافت بطة كبيرة اسمها البطة الأم، ووراها ولادها الصغننين البطات ماشيين في البحيرة وبيعوموا ومش هممهم حاجة، كأنهم بيمشوا على المية. كل الكتاكيت بصوا وسكتوا ما عدا الكتكوت العنيد، بص لهم باندهاش وقال لمامته: يا ماما، هو احنا ليه مش بننزل المية زي البطات الجميلة ديت؟ وساعتها ردت الأم وقالت له: كتاكيتي أولادي الصغيرين الجمال ما ينزلوش المية أبدا، علشان ما تغرقوش يا حبايبي، لأن إحنا مش زي البط. البطة جسمها شبه القارب ورجليها عريضة وريشها متغطي بالزيت، فما بتتبلش بالمية، أما إحنا لو نزلنا المية ريشنا هيتقل وهنغرق، فما ينفعش ننزل، عشان كده ما ينفعش نعوم في المية. فهمتوا يا كتاكيتي؟ محدش فيكو ينزل المية أبدا، وما تسيبوش إيدين بعض أبدا يا حبايبي. بس كتكوت ما سمعش كلام مامته، ما سمعش غير اللي هو عايز يسمعه بس، وده برضو غلط يا صحابي. وساعتها الكتكوت العنيد اتسحب لوحده وراح قاعد على النهر، رغم كل تحذيرات والدته انه ما ينفعش يعمل كده وما ينفعش يسيب اخواته ويمشي كده لوحده، مع ذلك برضو يا صحابي ما سمعش الكلام. وساعتها شاف بطة صغيرة بتعوم في المية، وفكر انه يجري وراها ويلحقها، وانه يقدر يعوم كمان زيها، وبرغم كل تحذيرات والدته برضو ما سمعش الكلام، ونزل في المية ورا البطة، واتبل ريش الكتكوت وتقل، وبدأ ان هو يغرق وما بقاش عارف، وبدأ يبلع مية كتير وحتى مش عارف يتنفس يا صحابي. بدأ يطلع راسه بسرعة ويحاول يقول: الحقوني بغرق. وهنا البطة اللي كان عايز اصلا يلحقها من الاول شافته، وحاولت ان هي تنقذه، وبالفعل انقذته وطلعته، لغاية ما الكتكوت قال لها: شكرا قوي يا بطة، انا فعلا كنت هموت وانت انقذتني، كل ده بسبب عندي، ماما حذرتني كتير. ورجع البيت ومامته كانت خايفة عليه جدا وقالت له: انت كنت فين يا كتكوت؟ انا كنت خايفة عليك قوي كده برضو يا كتكوت، ومالك مبلول كده ليه؟ انت نزلت النهر برضو؟
وهنا الكتكوت بص في الأرض وقال لها: أنا آسف جدا يا ماما إن أنا خوفتك عليا. أنا فعلا يا ماما ما سمعتش كلامك المرة دي، بس أوعدك يا ماما إن أنا تعلمت درسي، وبعد كده أوعدك إن أنا هسمع كلامك في كل حاجة. سامحيني يا ماما. وبس كده يا صحابي تكون انتهت قصتنا للنهاردة. بتمنى القصة تكون عجبتكم جدا. القصة ملخصها السريع إن هي كانت بتحكي عن كتكوت عنيد ما بيسمعش كلام مامته، وطبعا ده غلط، وإحنا شفنا عواقب اللي حصل ده، غرق وكان هيموت لولا البطة الشجاعة أنقذته. أرجو من كل صحابنا الصغيرين اللي بيسمعونا دايما يسمعوا كلام مامتهم، وإوا أوا أوا يا صحابي إنكم تعندوا دايما يسمعوا كلام اللي أكبر منكم، وخصوصا مامتكم وباباكم. وبس كده يا صحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب، ولو انتوا بتتابعونا على فيسبوك اعملوا لايك وشير وكومنت، الحاجات دي بتشجعنا كتير يا صحابي.